ملي سوا الشطين مسير الصبر حيوصل مراكبنا ونتقابل انا وانت بحبايبنا بيت القصيد تحطمت جدرانه تكسرت أبوابه ومداخله مفرداته دون معنى وغير واضح كلام أصبح غريبا تائها محتارا يشكو ظمأ غربة ذلا وهوانا باحثا عن مرسى وشطآن لسفينة بحبها والهانا أطلق لها العنان تمخر ببحر اللقى وما كان يوما لها سجانا أسير حبها فكم عانى من وجدها والهيانا بسلاسل قيدته دون رأفة قلبها له وطن ومنفى أسير هو يزهو بسجانه ما أعلن عليها يوما حربا وما وجه لها اتهاما كانت بعض ملامة وعتاب وما كان خصاما بحار بلا سفينة يا ليل يا عيني يا ليل